هاي، اليوم موضوعنا رح يكون شوي غريب لأنه بيحكي عن السكراب، بس مش حيالا سكراب. كلنا بنعرف إنه السكراب معمول من السكر، بس هيدي المرة السكراب يلي رح أعمله معمول من الملح، ومش حيالا ملح. وهلأ رح قلكن ليش بدنا نستعمل الملح وشو الفوايد تبعه. بس قبل ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل تبعي وتكبسوا على الجرس كرمال يوصلكن كل الفيديوز يلي بينزلوا. هيدا السكراب مصنوع من هيمالايان سولت، ما بعرف اذا عندكن فكرة عنه، بس هو موجود بالسوبر ماركت، بنستعمله بالاكل وكمان بيستعملوه بالسبايت. هيدا هو السولت يلي انا بستعمله. ليش بنستعمله بالاكل وشو المميزات تبعه؟ اول شيء هيدا الملح من باكستان، موجود بباكستان. الفرق بينه وبين الملح الابيض انه الملح الابيض مصنع، هيدا الملح 100% طبيعي. كمان بنستعمله بالاكل لانه ما بيضر مثل الملح العادي. لكل الاشخاص يلي بيعانوا من الضغط بيستعملوا هيدا الملح، وكمان للاشخاص يلي عندهم مشاكل بالسيركوليشن او بالدورة الدموية بنصحهم يستعملوا هيدا الملح. وهيدا الملح غني كتير بالمعادن وبالصوديوم. وهيدا السكراب يلي رح نعمله هلأ بنعم البشرة كتير اكتر من السكراب بالسكر. مش بس هيك، كمان بشرتنا بتمتص كل المعادن يلي موجودة بهيدا الملح، وبيخفف الستريس، وكمان بخفف الاوجاع. وفينا نستعمله بالديتوكس باث. نحنا كنا حكين قبل عن ديتوكس باث واستعملنا بوقتها الابسوم سولت، كمان فينا نستعمل هيدا الملح. كرمال نعمل هيدا السكراب نحنا بحاجة لكباية ابسوم سولت، رح حطهم ببول كتير منيح للمطاريح يلي موجودة بجسمنا، بتبقى شوي أقسى من غير مطاريح أو بتبقى شوي مبرغلة خشنة عنا فيها مشاكل. هيدا الملح كتير بيفيد وكتير بينعم، خصوصي للكواع وللركب وللإجرين. هلأ أول شي مثل ما قلتلكن رح حط هيدي كمية الملح يلي عندي إياها، هالقد تقريبا، بيطلعوا أقل من كباية. رح حطهم بالكاسة، رح اترك شوي عندي لانه رح انقطع من الملح. اوكي انا حطيت هون حوالي الكباية تقريبا بهيدا البول، وبدي حط فوقهم كوكونات اويل. كوكونات اويل كتير منيح للبشرة كمان ومغذي. بضل نحط لحتى يصير الملح مثل البات، بس ما بدي كتر كتير، يعني الكباية بدها حوالي 4 ملاعق. وبحركهم، ومن بعد ما حركهم بحط فوقهم اسنشال اويل حيالله نوع نحنا بنحبه. مثلا في لافندر بيرخي كتير الاعصاب، فينا نحط تي تري اسنشال اويل، فينا نحط فيتامينز، مثلا هيدا الفيتامين اي اويل، انا هلا رح احط منه اي اويل، وكمان رح احط تي تري اسنشال اويل. كل هول الزيوت بتنعم الجسم وبتفيد. والحلو بالموضوع انه فينا نحطهم ببوكال او بجار حيالله كونتينر، ونتركهم بالتواليت، بس اهم شيء خليهم بعاد عن المي، مش لازم يفوت مي على قلبهم، وبيضاين اكثر من 6 شهور. يعني فينا نعمل كميه كبيره ونتركها ونستعملها، ما بيصير لهم شيء ابدا، ما بده لا مش بحاجة لمواد حافظة، لأنه بالنهاية ملح وكلنا بنعرف الملح قد ايه بيضاين. ليكو لونه شو حلو وريحتهم كتير حلوة، يعني أنا لونه بيعمل لي ريلاكس. بدون بعد كوكونات أويل رح افتحها لأنه هيدي عم تنقط، يعني ضلني سنة وما بخلصهم.
وهي الشغلة كلها بتاخد 3 دقايق. هلا بهيدي الطريقة صاروا منيح، وراح احط لهم كمان فيتامين اي، لانه الفيتامين اي كتير مغذي للبشرة وبينعمها. انا بنصحكم كتير بهيدا السكراب، خصوصي للاشخاص يلي عندهم مناطق خشنة، بينعم كتير كتير. بس لكل حدا عنده جروح بجسمه، يعني الجرح بعده ما صح، اوعى يستعمل هيدا السكراب، لانه مثل ما بنعرف الملح كتير مأذي على الجرح، بيهب وبيوجع كتير، يعني بيحرق حريق. فبليز اذا حدا عنده جرح ينطر الجرح ويصح ويرجع يستعمل هيدا السكراب. وهلا رح احط شوي فيتامين اي، شوي انا بعدني مش فاتحتها، يمكن لحظه. يا مش فاتحتها. هلا رح احط فوقهم فيتامين اي، لانه الفيتامين اي بغذي كتير البشره. وهيك بنكون خلصنا السكراب. رح فضيهم انا بكونتينر واتركهم على جنب، وفي استعملهم كذا مره. وهيدا الهيمالايان سولت مش بس فينا نعمل منه سكراب، فينا نعمل كمان سيروم للشعر وللوجه، وله عدة طرق فينا نستعمله. وكمان زيت الطريقة يلي عملنا فيها السكراب الملح، فينا كمان نزيد لهم ابسوم سولت. كمان الابسوم سولت كتير مفيد وبيرخي الاعصاب، وفيه فيتامينز اكتر من الملح العادي يلي بنستعمله بالطبخ، وبيفيد البشرة كتير. لكل حدا مجرب هيدا السكراب بليز يترك لنا كومنت ويخبرنا عن تجربته. انا كتير بحب اقرأ الكومنتات وبرد على الكل. وما تنسوا لايك وشير، وانا بشوفكن قريبا بفيديو جديد. باي.